السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبافضل حال يا رب دايما. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك وتدوسوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. النهارده جايه لكم بمنتج حلو جدا وهو سويتال سكر الدايت. عايزه اقول لكم يعني بجد فظيع، فوق الفظيع بشويه. مش هتحتاجي سكر، هتحرقي سعرات حرارية. بصي مذاقه حلو جدا، لا يختلف ولا في اي شيء عن السكر العادي، بل افضل كمان. يعني عايزة اقول لكم انه حاجة كده بجد والله العظيم بجد تحفة جدا، والمذاق بتاعه ممتع بجد، هتستغني بديل فعلا وهتستغني بيه عن السكر العادي. ولو رايح هتحرقي بقى دهون وهتعلي سعرات حرارية والجسم هيستفاد بسعرات حرارية. خلاص بقى بصوا، وداعا وداعا لحرق الدهون، وداعا للسعرات الحرارية. بصوا كمان بيستخدم في الطبخ والاكل وكل حاجة، وطبعا بيتعمل بالشاي والقهوة ومشروبات اي حاجة انت عاوزة تشربيها داخلها سكر، بتستغني عن السكر العادي خالص وبتستخدمي ده، حلو جدا بجد. طبعا العبوة زي ما انتم شايفين كده، هو بيجي بالشكل ده، والعبوة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ده 100 باكو، ده فيها 100 باكو، في عبوات تانية 50 باكو، انا طبعا جايبة دي ب 55 جنيه، في عبوات تانية 50 باكو 35 جنيه تقريبا، حاجة زي كده في الرينج ده، ولكن بيجي شكله كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى حلوين، الكيس ده كده بمقدار معلقة سكر مثلا او اكتر كمان، يعني او اكتر زي ما انتم شايفين كده. دي زي ما انا قلت لكم بتعادل معلقه من السكر العادي مثلا او اكتر. انا مثلا حد بيشرب الحاجه مثلا معلقه سكر او معلقه ونص سكر، بحط باكو من ده، ده بالنسبه لي كويس جدا، يعني كفيل طبعا ان هو بالنسبه لي ده مقدار معلقه ونص او معلقتين من السكر العادي، بحل بيه وبيبقى طعم السكر حلو، يعني بيبقى متحل كويس بالنسبه لي، واحد كفايه جدا وببقى حاسه انه مسكر يعني. فطبعا الناس مثلا لو بتشرب الشاي او الحاجات نص معلقه سكر مثلا او معلقه سكر، ممكن تستخدمي نص الكيس ده، نص الباكو ده. طبعا العبوه زي ما انتم شايفين فيها 100 كيس، بتيجي بالتقسيمه دي زي ما انتم شايفينها كده، هيفيدكم كويس الناس اللي عايزه تعمل دايت بقى، والناس اللي بتحب الحاجات السكر. طبعا انا طبعا يا جماعه جربت كذا نوع سكر بصراحه، بس عجبنيش، يعني اكتر حاجه عجبتني هي دي، حسيت انه كويس، حسيت انه مناسب، زي ما قلت لكم بيحل كويس جدا، سعرات حراريه اقل، مش هتحتاجي معاه اي حاجه تانية. وهقول لكم في المره الجايه نوع الشاي اللي بستخدمه ده. بالنسبه لي السكر سويتال كان افضل حاجه ممكن استخدمها في حوار التخسيس، وان انا اشرب سكر اقل، او ان انا استخدم سكر دايت ويكون كويس جدا ويساعد على الخسسان ويديني سعرات حراريه اقل ويديني مذاق وطعم حلو جدا. فده بصراحه كان حقق المعادله الصعبه زي ما بنقول كده، ده بالنسبه لي كان حاجه كويسه جدا وحاجه ممتعه جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين. طبعا الاكياس بتاعته شكلها حلو جدا، طعمه هتحبوه جدا ان شاء الله، هتلاقوه يعني. واستنوني ان شاء الله. ده زي ما انتم شايفين ده شكله كده، انا عكست لكم الكاميرا عشان تشوفوا الشكل والقرايه كويس. ده زي ما انتم شايفين كده، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تكونوا راضيين عنه، وان شاء الله بالنسبه لي سعره مش كتير وبجد نتيجه حلوه جدا. استنوا لي في ريفيو جديد وفيديو جديد، وان شاء الله اجيب لكم انقل لكم تجربتي مع شاي التخسيس. انا حاليا باخده، بس ان شاء الله انقل لكم بقى